ما مش شباب نكمل؟ تمام. اوكي، القدمة بقى الذات الورانية نعرف بالظبط بنستخدمها ازاي؟ استخدامها سهل جدا وبسيط مش صعب. المايكرومتر برضه استخدامه سهل جدا، يبقى فيه تدريج، التدريج ده بناخد عليه ارقام ونعمل عليه عملية حسابية معينة عشان نقدر نعرف السمك بتاع الورقة او الشعراية اللي انت حاططها هنا سمكها قد ايه؟ السمك طبعا ده بيبقى الحكايات صغيرة جدا، سمك ورقة ده حاجة صغيرة. تمام، بيبقى بالمايكرومتر مش بالايه، مش بالسنتيمتر. تعال نشوف كده شكل القدم الذات الورانيه. لو احنا حبينا نقيس مثلا قطر كوره او اسطوانه هنحدد ايه مثلا؟ لو احنا استخدمنا مثلا يا اولاد الكوره، جبنا كوره ايه وحطيناها، هنحطها فين وازاي ونقيس القطر بتاعها ازاي؟ الموضوع بسيط خالص، انت محتاج رقمين. الرقمين دول، رقم الاولاني اسمه اكس كاب والرقم الثاني اسمه اكس سمول. وبعد ما تجيب الرقمين دول هتجمعهم على بعض، والرقمين دول مجموعهم يساوي قطر الاسطوانه اللي انت عايزه. تمام، ماشي، تمام يا مستر. والقطر اللي هيطلع ده هيكون بالملي متر، يعني 5 ملي متر، 3 ملي متر، 0.5، 3، 4، 5، 6، ايا كان الرقم هيطلع ايه بالمليمتر. ممتاز. طيب اقيس بقى ازاي اكس كابيتال واجيب منين اكس سمول؟ اجيب الرقمين دول منين عشان اجمعهم؟ متفقين كده يا اولاد؟ انا بدور على رقمين. الاول هروح اجيب الرقم الكبير اسمه اكس كابيتال، وبعد شويه هروح اجيب الاكس سمول واجمعهم الاثنين على بعض. طيب تعالى بقى ناخد خطوات نجيب بيها اكس كاب. جيت بصيت على القدم ذات الورانيه اللي قدامي دي يا مستر، لقيت انها فيها تدريجين، مش تدريج واحد، مش مسطره واحده، دول مسطرتين. بس المسطرتين او التدريجين دول يا اولاد مختلفين. يعني الاولاني اللي فوق ارقامه كبيره وظاهره، والصغير اللي موجود تحت ارقامه ضيقه كده وصغيره. تمام، يعني ده في عدد شرط اكتر، ده في عدد شرط قليله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل شرطه موجوده في التدريج الثابت اللي فوق اكبر من التدريج اللي تحت. بكام؟ قال لي بفرق 1 من 10. يعني ايه يا مستر؟ يعني الشرطه الواحده في التدريج اللي فوق يا اولاد بمقدار 1 مليمتر. 1 مليمتر كل شرطه من دول واحد، لكن تحت كل شرطة بواحد إلا واحد من عشرة. يعني إيه واحد إلا واحد من عشرة؟ يعني 9 من 10 مللي. يعني في فرق بين التدريجين. مش فاهمك قوي يا مستر. قال لي بص يا سيدي عشان تفهمني، هات مسطرتين والمسطرتين يكونوا زي بعض تماما وحطهم فوق بعض، مش هتبقى الشرط متطابقة يا ولاد. يعني الصفر قصاد الصفر، والواحد قصاد الواحد، والاثنين قصاد الاثنين، صح ولا لا؟ دول مسطرتين زي بعض بالظبط، مش ده الطبيعي؟ حد يقول لي اه طبيعي طبيعي. لكن لو انا جبت لك مسطرتين واحده فيهم تدريجها ماشي 1 2 3 4 5 6 وزي الفل، ومسطره ثانيه تدريجها اضيق شويه، بمعنى ان الارقام مضيقها هنا شويه، هتلاقي واحد الصفر ممكن يكون قصاده صفر، لكن الواحد هنا هيقابله هنا كام؟ 9 من 10. مش هيبقى زي قصد الواحد بالظبط، هتبقى كل الشرط مش شبه، مش فوق بعضها. بس في شرطه هتلاقيها فوق بعضها، يا اما البدايه يا اما في النص يا اما في الاخر، بس في شرطه واحده بس اللي هتبقى متطابقه مع الثانيه، لكن بقيه الشرط كلها مش هتبقى فوق بعضها. وهو ده المقصود اللي موجود في ايه، في القدم ذات الورانيه. نقولها تاني الكلام ده، انت عندك تدريجين، تدريج كبير اسمه التدريج الثابت، وده بيتكون من شرط، شرط صفر وبعدين 10 شرط وبعدين واحد وبعدين 10 شرط تاني واثنين، يبقى الفرق من واحد ل... من واحد من صفر لواحد يا ولاد، يعني دول 10 مللي متر. ليه؟ عشان كل شرطه بواحد مللي، يبقى من صفر لواحد 10 مللي، ومن واحد لاثنين 20 مللي، سوري كده، يبقى من صفر لاثنين 20 مللي، ومن صفر لثلاثه 30 مللي، وهكذا وهكذا وهكذا. مفهوم؟ ده التدريج السابق. التدريج بقى المنزلق، او التدريج اسمه تدريج المنزلق او التدريج الورانيه،
لو التدريج الصغير ده بيبقى تدريجه اقل شويه، والفرق ما بينه وما بين التدريج الثابت 1 من 10، يبقى كده هو ماشي 1 0.9 يعني 9 من 10، كل شرطه ب 9 من 10، ويبقى الفرق اللي ما بينهم 1 من 10. تمام. نقيس ازاي بقى يا مستر؟ كده انت عرفتنا على شكل الورميه. نقيس ازاي؟ اكس كابيتال واكس سمول اللي انت عايزهم. اولا باكس كابيتال هتيجي عند الصفر بتاع التدريج المنزلق، هو التدريج اللي تحت في صفر، تشوف الصفر ده واقف عند رقم كام في التدريج الثابت. يعني هنكبر الصوره كده ونشوف الصفر اللي تحت واقف عند رقم كام في التدريج اللي فوق. الصفر اللي تحت ده يا ولاد واقف عند الثلاثه ولا قبل الثلاثه بشرطه؟ بصوا كده كويس، كله بحلق في التليفون. قبل الثلاثة بشرطة. قبل برافو، الثلاثة بشرطة. برافو، واقفه قبل الثلاثه بشرطه، يبقى كده كام شرطه معدوا علينا؟ 29. ايه؟ 29 شرطة. برافو. ليه؟ لان انا قلت لك من صفر ل 1 دول 10، من 1 ل 2 20، من 2 ل 3 30، 30. من الصفر ل 3 30، انا ما وصلتش لل 30، انا وصلت قبل ال 30 بشرط، يبقى 29. يبقى دول 29 مللي. برافو عليك، انت كده جبت اكس كابتل. ادي اول حاجه. صعبه دي ابدا خالص يا مستر والله. اكس كابتل جبتها. فاضل لك اكس مين؟ اكس سمول. اكس سمول دي بتجيبها ازاي؟ قال لي انا قلت لك ان التدريجين مش زي بعض، يعني لو حطيتهم الاثنين فوق بعض مفيش شرطه هتطابق مع شرطه ثانيه، مش هيبقوا فوق بعض الا شرطه واحده. في شرطه واحده بس اللي هتلاقي في تطابق ما بينهم الاثنين. جيت برضو بصيت عليهم ورحت مكبر الصوره شويه. بص كده، كبر الصوره قوي كده، لان كل شرطه موجوده تحت مش متطابقه مع الشرطه اللي فوق الا الشرطه اللي عند رقم 7. تمام. يبقى اكس سمول يا مستر هو 7. قال لي لا اصبر شويه، وهتاخد ال7 دي اللي هي الرقم اللي انت جبته وتضربه في 1 من 10. اشمعنى 1 من 10؟ قال لي ده ما هو ده الفرق بين التدريجين اللي انا قلت لك الرقم اللي انت هتحتاجه كمان شويه. التدريج اللي فوق كان 1 مللي متر لكل شرطه، الثاني كان 9 من 10 مللي كل شرطه، يبقى الفرق اللي ما بينهم 1 من 10. او ال1 من 10 ده بقى الفرق ما بينهم هتضربه في الرقم المتطابق ده هو 7. يبقى 7 في 1 من 10 يساوي كام يا اولاد؟ 7 من 10. يبقى اذا يا مستر اكس سمول ب 7 من 10 واكس كابيتال ب 29. بقى المفروض يا اولاد قطر الاسطوانه دي يساوي كام؟ يساوي 29 زائد 7 من 10، يعني يا مستر بيساوي 29.7 ملي متر. مفهومة؟ تمام مفهوم. تمام. هناخد طبعا تطبيقات كتير على الكلام ده، هتلاقيه سهلة وسهلة بسيطة جدا، ولما اجي لك في امتحان هجيب لك الصورة، يعني هجيب لك الشكل اللي قدامك ده وانت تستنتج منه. الموضوع مش صعب خالص يعني. هقولها تاني بسرعة كده، احنا محتاجين رقمين، رقم اسمه اكس كابيتال ورقم اسمه اكس سمول، وبنجمع الاثنين على بعض. الرقم الكبير اللي هو اكس كابيتال ده بنجيب التطابق اللي عند الصفر بتاع التدريج المنزلق مع التدريج الثابت. التدريج ده صفر هنا بيقرا كام فوق؟ بيقرا 29. 29 مللي. وبعدين اضيف عليه اكس سمول. طب اكس سمول اجيبها من ازاي؟ ببص على الارقام المتطابقه، هو رقم واحد بس اللي بلاقيه متطابق ما بين المنزلق وما بين الايه؟ الثابت. تدريجين. لقيت الرقم ده هو رقم 7. وده بعينيا بشوفه بعينيا. يبقى رقم 7 ده هضربه في الفرق الثابت اللي ما بينهم اللي هو 1 من 10 يساوي 7 من 10، مجموع عليها 29، يبقى الناتج 29.6 مللي. ماشي يا ولاد؟ مستر، نعم. ما فهمتش، جبت 29 ازاي؟ ال 29 بنبص على التدريج اللي تحت، شايفه الصفر اللي تحت يا منى؟ باصص الصفر ده عند الثلاثه صح؟ هو واقف عند صح. الثلاثة اللي فوق، بس لو ركزت كويس قوي مش هتلاقيها ثلاثة، فيها ايه؟ ثلاثة إلا شرطة صح؟ ايوه تمام. هنقول ثلاثة بقى؟ قال لي لا ما تقولش ثلاثة، قبل الثلاثة بشرطة يبقى الرقم رقم كام؟ أنا قلت لك من شوية إن كل شرطة من الشرط دول بواحد ملي، من صفر لواحد 10، ومن واحد لاثنين تمام 10 كمان 10 شرط، ماشي ومن اثنين ايوه لثلاثة 10 شرط كمان. يبقى لو انا واقف عند الثلاثه
هيبقوا 30 شرطه، بس انا مش واقف عند الثلاثه، انا واقف عند الثلاثه اه لا اوكي بشرطه، يبقى انا تسعة كده بقى 29 شرطه، يعني وعشرين 29 مللي. وصلت يا ميرنا تمام صح؟ فهمت شكرا ايوه طبعا لسه لينا كلام تاني بقى مع الكتله، نشوفكم معايا مره تانيه ان شاء الله، نكملهم مع بعض عشان الوقت برضه عندي قصه تانيه، أوكي تمام واتمنى تكون فهمت كل نقطه قلناها النهارده، هو سهل يعني وبسيط، واللي جاي اسهل بقى على فكره، مش عايزك تقول تشيل هم الفيزياء إن شاء خالص، الله ماده إن بسيطه شاء الله جدا، بس هو اللي احنا هنكتب كل الارقام بقى بالانجلش، هننسى العربي اللي كنا بنتعامل بيه خالص، والقوانين بتاعتنا كمان هنكتبها بالانجلش، مفيش عربي لا قوانين ولا ارقام. خلاص يا مستر تمام، يلا تمام نشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله على خير، واتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا يا استاذ مع السلامه يا شباب. مع السلامة